المسلم يتحلى بحسن الخلق. مسلمان بخست أخلاقه ما نذان خستك. يدرك بحسن الخلق درجة الصائم الذي يصوم الدهر ولا يفطر. فخبل خست أخلاقه وحسن تعامل باندي دروج دار أجر حاسلي. ودرجة القائم الذي يقوم الليل ولا ينام. أو ده هذا كس مقام ترسيجي تغد شبي ولا ري منزنكي. لا يؤذي الناس بلساني ولا بيدي. مؤمن خلقته بخبل لاس وجبه باندي زرر نرسي. يتحلى ويتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه باندزان خستكي. نعم. يصل الجيران والأرحام وبر الوالدين. دخبل خبلوانو قواندينو سر رحميكي أو مورو بلار سر نيكيكي. نعم. يحسن إلى الجوار إلى الجيران. دخبل قواندينو سر خسلوكي. يصدق ولا يكذب. رشتياوي دروغ نوي. يتحلى بالصفات التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صفاته بان ذان خيستكي كم در رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي المحرمات الكبائر. كبائر محرمات حرام شبي كارون لنا رازي. الشرك. الشرك نكي. السحر. جادو نكي. عقوق الوالدين. دمور بلارنا فرماني السب نكي. السب الشتم اللعن. كنزلي طعن لعن نوي. الكذب. دروغ نوي. يذكر الناس من الغيبة والنميمة ذكرك أخاك بما يكره. خلقه غيبتنا كي غيبت دي تويج تدخل مسلمان ردس سووي جا غيبت قني. ينقل الحديث من قوم إلى قوم. ديو قومنا ديو زي خلقنا بل زي خلقه تخبرنا رسي. شرب الخمر المسكرات المخدرات. شراب سكل مخدرات نشكول. شرب الدخان. دارنج سيجرت سكل. شرب الحشيش الشيشة. دارنج تشرسكل شيشة سكل. أكل هذه الأشياء النتنة نسأل العافية والسلامة. دا قنداو بدبودار شينا خلل. سماع الأغاني. غاني أوريدل. النظر للنساء. خذو تكتل. مصافحة النساء الأجانب. ده برضو يخذو سر لاس بالأول. اختلاط الرجال مع النساء. ده خذو ده سلوية وزكيدل. يحرص غاية الحرص أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهائي زيادة اهتمام بداكج رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. شاك ده الله ده باري وكار بري خذ الله بداقيخ استبد لوركي. يقوم الليل. دشبيرا باسيجي ويجعل آخر القيام وتر آخري قيام قبل وتر قرزي يحافظ على الصلوات المفروض الخمس مع الجماعة بينزب فرز منزون وبان اهتمام ده جماعة سركي يحافظ مع الجماعة على السنن الراتبة ده رنج ده جمع ده منسرة ده سنن ده سنتون واهتمام كي ركعتين قبل الفجر دو ركعت ده فجر نمخكي وأربع ركعات أو ركعتين قبل الظهر سلور ركعت يا دو ركعت ده غرمين مخي وركعتين بعد المغرب ام ده غرنج دو ركعت ده مخام ده من نرستو وركعتين بعد العشاء ام ده غرنج دو ركعت ده مسخوتن من نرستو والله اعلم الله اعلم.